بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. التست الرابع من كتاب My Friend، المراجعة النهائية للصف الثالث الثانوي. وبعد ما عرفنا أن معظم الامتحانات اختيارات، فهنركز على الاختيارات. كنا حلينا أول ثلاث امتحانات، والناس طلبة أن احنا نسرع شوية، هنحاول بإذن الله تعالى نسرع عليكم وهنحل كذا مراجعة نهائية كمان. علي وهيز وايف، علي ومراته، ار هارد وركينج، مجتهدين. ذا كومباني اونرد، طبعا هارد وركينج يعني مجتهدين. الجملة هنا جرامر، اونر دي يعني يكرم او يشرف. فهو بيقول لي لما الجماعة دول مجتهدين فالشركة عملت لهم ايه، عاوز يقول لي الشركة كرمتهم. طيب فانا هنا عايز ضمير مفعول لان ده فعل يكرم. طب بعديه بقى بوس زم ولا زي، بوس ولا زم، بوس ولا بوس زي. طبعا زي بوس تشمل الاثنين، وهنا بيتكلم على اثنين، علي ومراته، صح قوي كده، تمام. طيب مكانها فين بقى بعد ضمير المفعول؟ يبقى طالما جاب ضمير مفعول اللي هو زم، يبقى احنا هنقول زم بوس، تمام. يبقى الإجابة them both. It was very hot، الدنيا كانت hot، حر قوي، and busy، وزحمة. In the market، في السوق النهاردة. And one tourist، واحد السياح، واجه ولا عوقب ولا أغمي عليه ولا صلح. طبعا واحد من السياح fainted، أغمي عليه. Neither play in the team، neither play in the team، نقط done well. طبعا neither او neither الاثنين بيتنطقوا صح، الفعل بتاعهم بيبقى مفرد، neither player، فهنا بقى ايه مفرد، يبقى الفعل بتاعه هيبقى مفرد، يبقى كده ياخد هذا. We ran to the station، احنا جرينا على المحطة، but it was in كذا، but it was in vain، بس الكلام ده كان بلا ايه، بلا جدوى، تمام. هسيب لكم رابط لأول جزء في الكتاب تحت الفيديو علشان تحملوه وتحلوا وتشتغلوا قبل ما انا ايه، قبل ما انا احل. نقط the hotels in the capital were booked، so I stayed in a friend's house. طبعا هنا عاوز يقول كل الفنادق في العاصمة كانت محجوزة، booked محجوزة، عشان كده قعدت في بيت صاحبي. هنا hotels جمع، يبقى هاخد قول اللي هي كل الفنادق كانت محجوزة. It hurt when I hit my head on the shelf، بيؤلمني لما بخبط دماغي في الرف. But the pain، بس الألم بسرعة، عاوز يقول بيريح يعني، تمام. Hundred hardened ولا raised ولا chased ولا eased، طبعا مع البين احنا بناخد ease اللي هي يريح او يخفف، ومع الاك بناخد cool. نقط you do your homework or I will not allow you to watch TV، عاوز يقول لي يا اما تعمل الواجب يا اما مش هسمح لك تسمع التلفزيون او واتش، تشاهد التلفزيون. طيب اور مرتبطه مع مين؟ باللي تحت طبعا، ايزر كذا، اما او، اللي هي معناها اما او. موس بيردس، معظم الطيور بتبني ايه بقى على الشجر؟ بتبني النت بتاعها ولا بتبني النستي ولا النستس ولا النيكتورز؟ طبعا العش، بتبني العش بتاعها على الشجره. شي كانت تشوز بتوين ذا تو فاينانسز، شي ادمايرز زم، هي مش قادره تختار ما بين الاثنين، ايه خطابين اللي جايين لها يعني، فهي معجبه بزم بوس، يعني هي زي الجمله الاولى، احنا خدنا زم الاول وبعدين بوس، تمام، قلنا تيجي بعد ضمير المفعول، يبقى نفس الجمله. وات تايم ويل وي نوت فور لانش، هنا بقى ناخد بريك اللي هي فسحه او يكسر او يريح، اريح امتى عشان نتغدى. منى ما بتحبش اللحمه، اند هير براذر دازنت، هنا بقى احنا عايزين في اخر الجمله كلمه ايضا، فعندنا ايضا تو تيجي في اخر الجمله، وبرده ايذر ايضا في اخر الجمله، بس تو في اخر الجمله المثبته وايذر في اخر الجمله المنفيه، يبقى ايذر هنا عشان الجمله منفيه. الحياه مليانه بكذا اللي الناس بتتحملها يعني، طبعا اكيد الاولى اللي هي بارتنز اللي هي الاعباء او المتاعب والمشقات. التو بارتيز ميت يسترداي، اتقابلوا امبارح الاثنين. نقط اوف ذم اجريد اون تريد، طبعا طالما بيتكلم على اتنين يبقى هناخد كده ايه،
نيزر اوف ذم، ولا واحد فيهم وافق، ولا ايزر اوف ذم، ولا كلاهما وافقوا؟ نيزر طبعا، علشان يبقى ولا واحد فيهم وافق. When you note a subject you write it again، بتكتبها مرة بس بطريقة مهارية، يبقى انت كده بتعمل لها paraphrase، بتعيد صياغة. I didn't buy كذا the two shirts، انا ما اشتريتش ولا واحد من التيشيرتين دول. ليه بقى؟ قال والله because they are expensive، عشان هما غاليين. طبعا لانهم هما اتنين، يبقى every مش هتنفع ونن مش هتنفع، هي يا اما نيزر يا اما ايزر. نيزر طبعا ما بتجيش في الجملة المنفية، يبقى انا هاخد ايزر او ايزر علشان الجملة مثبتة. working in this great heat، العمل في الجو السخن قوي ده، في الحرارة العظيمة ده، يعتبر ايه؟ يعتبر challenging، حاجة تحدي كده يعني. المدرسة بتاعتي is كذا from my house، عاوز يقول يعني نص كيلو كده من الايه، من المدرسة بتاعتي، من البيت. طبعا احنا بناخد half الاول، بعدين a، بعدين المسافة، يبقى half of، لا half a kilometer، half a kilometer. take the knife، خد النايف، and spread this piece of cake، واقطع حتة الكيكة دي، عاوز يقول النصين، جمع half طبعا halves اللي هي بالفي. ماما خبزت لنا كيكتين بس انا ما حبيتش ولا واحده فيهم. نفس الجمله اللي هي رقم 15، لان هنا الجمله منفيه، وطالما ان هي منفيه يبقى هتاخد ايزر وليس نيزر، يبقى ايزر اوف. نفس 15 بالظبط اهو، 19 و15 هتلاقي اجابتهم ايزر اوف. ان كلاس رومز، بالنسبه للفصول، التلاميذ نقط تيرنز، طبعا يتناوب الادوار. تيك تيرنز ده كلام بتاع اعدادي وعارفينه، تيك تيرنز يتناوب الادوار. المذر جيف اوردرز، الام اعطت اوامر. تو نقط اوف ذا فور تشيلدرن، لكل واحد من الاربع اطفال وهم بيذاكروا، انت اعمل كذا وانت اعملي كذا وانت اعملي كذا، يبقى طبعا الاوامر دي كانت للايه، كانت للعيال ان هم ينفذوها، يبقى لكل واحد خد امر لوحده، مش الاربعه هيعملوا حاجه، علشان كده هيبقى الاختيار each، كل على حده. I watched a كذا فيلم yesterday، I cry، بكيت كتير يعني، قعدت اعيط كتير، يبقى الفيلم ده كان ايه؟ كان moving، يعني محرك للمشاعر والعواطف. My dad ابي spends about، بيقضي حوالي نقط of his time working، يبقى نص وقته بقى، ما هو half of، half of his time، نص وقته ايه بيعمل شغال. نقط consists of lines and verses، الحاجة دي شغالة من بتتكون من ابيات شعرية يعني وسطور او مقاطع، يبقى دي القصائد البويمز. I didn't enjoy، انا لم استمتع ب البوكس. I didn't enjoy نقط of the books، عاوز يقول ما استمتعتش بحاجة من الكتب دي. نيزر في النفي، لا صم مع اوف، نان مع اوف، يبقى ايزر، ايزر اوف، برضو نفس ال 15 19 25. all people in society، كل الناس اللي في المجتمع، have to نقط the law، القانون، الناس دي هتعمل ايه للقانون؟ طبعا هتتبعه، محدش هيخالف القانون، ففولو هنا بالاو يتتبع. نقط بانكس، عاوز يقول لي كلا الضفتين بتاع النيل ملوثين، طبعا معروف النيل مش هيبقى ليه 30 ضفه، هيبقى ليه ضفتين بس، تمام؟ ففي الحاله دي هناخد ايه؟ كلاهما اللي هي بوث. حسن، حاجه عظيمه كذا يعني، يمكنك بكل بساطه تعتمد عليه، يبقى هو فيلو بقى هنا رفيق بالاي، خدوا بالكم. I invited both of them، انا دعيتهم هما الاثنين للبارتي. بات نقط attended، بس عايز يقول لي ما حدش جه، هما الاثنين نيزر بقى، جمله مثبته، يبقى احنا دايما بناخد مع بط نيزر يعني. علي، لا all his attempts، كل المحاولات بتاعته كانت بلا جدوى يعني، يبقى in vain دي ايه؟ معروفه. القطعه تتكلم عن المطارات، والمطار بياخد حجم من المدينة، وطيارات رايحة وطيارات جاية، وفي زحمة كتير ومسافرين كتير وصطف وفريق العمل، ولازم يكونوا الناس اللي شغالين أقد الناس المسافرين علشان يلبوا الطلبات ويجهزوا لهم الوجبات ومش عارف ايه، وكلام كتير على القطعة. طبعا اول سؤال بيقول لي
المودرن انترناشونال ايربورت از بيج از طبعا سمول تاون، مدينه صغيره. جبناها منين؟ من اول القطعه اهو، قال لي السايز بتاعه حجم مدينه صغيره، يبقى جبناها من هنا. طيب الثانيه بيقول لي رقم 2، هو سبلايز بري بيك دي ميلز، مين اللي بيجهز الوجبات للمسافرين؟ الهوستس المضيف ولا الكاتريرز ولا الاوفيشالز ولا البورترز؟ طبعا الناس هتجري على الهوستس اللي هو المضيف الجوي، بس المضيف الجوي ده انواع، في ناس بتقدم مشروبات وفي ناس قائمه على اعمال نظافه. احنا لو بصينا في القطع هنا هنلاقيه جايب الكلمه اللي احنا ما نعرفش معناها دي، اللي هي مع الوجبات هنا اهي، هنلاقيها هنا وجايب بعدها على طول البري كيك دي ميلز اللي هي الوجبات الايه المطبوخه. طبعا يبقى دول هم اللي بيقدموا مش الهوستس. طب دي معناها ايه بقى؟ معناها متعهد الطعام، متعهد الطعام. طيب why do air facilities have to be extended؟ ليه بقى الاير فاشيليتيز التسهيلات الهوائيه لازم تمد او تزود؟ يعني يا ترى عشان الطيارات بتزداد في الرقم، ولا علشان طيارات كتيره بتقع، ولا علشان الطيارين نفسهم بيبقوا اقل كفاءه، ولا عشان الطيارات هتصبح اصغر في الحجم؟ طبعا علشان الطيارات بتزداد في الرقم، اللي هي الاجابه الاولى. لازم نزود العاملين عشان الطيارات بيزداد عددها وحقوقها. What is the most suitable title؟ طبعا عنوان للقطعة، الحجم بتاع المطارات، ولا البضائع اللي بالهواء، ولا لا الديفلوبمنت اوف ايربورتس اللي هي تطوير المطارات. كلمة this تشير إلى إيه؟ this اللي هي هنا دي أهي، هنجيب الجملة من أولها. بيقول لي ايه بقى؟ to process such a huge number of people، عدد كبير من الناس كل يوم. ان ايربورت المطار بقى ماست امبلوي، لازم يوظف ستاف. الستاف ده يوصل للالافات يعني، فهي هتبقى يوصل لعدد الالافات، من بينهم الهوستس، من بينهم الهوستس. يبقى هي عايده على ايه بقى؟ يبقى هي كده عايده على مين؟ ننزل نشوف الخيارات تحت، هو عايز البيبل ولا عايز الايه؟ لا، يبقى هي عايده هنا على الايربورت ستاف، هو جايب ستاف اهو، يبقى عايده على الايربورت ستاف، هي اللي قبلها على طول، والكلام عليهم من بينهم المضيفين والارضيين والكلام ده. كلمه بروميزز احنا عارفينها بمعنى يعد، بس ممكن يستخدمها في القطعه بمعنى اخر، فعشان كده لازم اقرا جملتها عشان افهمها. بيقول لي today's international airport، المطار العالمي اليومين دول اللي يعني في الايام دي، already بالظبط يعتبر منظر of endless activity، نشاط لا ينتهي. promises to be even busier in the future. يبقى هي مش يعد هنا بقى، مش يعد، امال تدي معنى ايه بقى؟ ان هو بينفذوا حاجه هتحصل اهو، حاجه هتحصل في المستقبل القريب. طيب هنشوف الخيارات ونطلعها. بروميز لا خلاص مش يعد. بيقول ان هيدي حاجه لحد، لا ما ذكرش عاقل هو. طيب بيعمل حاجه محبوبه، برضو دي ما قالها ليش. يتوقع اللي هيحصل، مش اكسبكت، يتوقع تبع فيوتشر، يبقى اذا هي بالظبط الايه؟ الاجابه. طيب مش هنجاوب احنا الاسئله المقاليه ولا نضيع وقتنا بيها، لانها مش جايه في الامتحان. الترجمة برضو ممكن تيجي على هيئة اختيارات، فهنقولها. بيقول لي man is exposed، طبعا اللي هي معرض، الإنسان يكون معرض ل many mental and physical psychological pressures، يعرض الإنسان لكثير من الضغوطات الذهنية أو العقلية والنفسية، which affects his behavior، التي تؤثر على سلوكه. الثانية artists are the mirror which reflects a society's culture، الفنون هي المرآة التي تعكس ثقافة المجتمعات وعاداتهم وتقاليدهم. يعني لما تلاقي الفن بتاعك هابط، يبقى اعرف ان ايه؟ ان المجتمع بتاعك هابط. لما تلاقي الفن بتاعك والفنون الحاجة دي هادفة، يبقى اعرف ان مجتمعك هادف ومجتمعك شغال. تحولت القيادة عبر المدينة الى تحدي صعب بعد أن ازدادت أعداد السيارات وازدحمت الطرق. طبعا هنبدأ بإيه؟
هنبدأ ب طبعا القيادة عبر المدينة تحولت. فهنبدأ ب القيادة اللي هي driving. driving across the city. across اللي هي عبر و the city المدينة. وابدأ اقول تحولت بقى اللي هي turned into. turned into او ممكن اقول changed تغيرت. تمام؟ تحولت الى. تمام؟ تحدي صعب. يبقى هنجيب صعب الاول وبعدين تحدي. يبقى turned into hard challenge. hard challenge تحدي صعب. بعد ان زادت اعداد السيارات. بعد افتر واقول له عدد السيارات زاد. اخلي الفعل الفاعل عدد السيارات. يبقى هقول after the number of cars او after اخد بعدها مضارع تام has increased. بعد ان ازدادت يبقى after the number of cars has increased اللي هو زاد يعني. تمام؟ طيب وازدحمت الطرق. يبقى انا اقول والطرق ازدحمت عشان ابدا الطرق هي الفاعل والفعل ازدحمت. يبقى انا هبدا بالفعل. and the roads والطرق انا استخدمت مضارع تام في الاول يبقى اخد مضارع تام. ممكن اقول ايه بقى؟ have crowded. have crowded and the roads have crowded. تمام؟ طيب الثانية ان مادة يد العون للاخرين في المواقف الصعبة التي تواجههم من الحياة ذات قيمة ومعنى. هبدأ بقى ان مادة يد العون ممكن اقول ايه بقى؟ giving hand او giving help ينفع الاثنين. giving hand مادة يد العون او giving help اعطاء المساعدة. to others للاخرين. يبقى انا كده بدأت بالجزء الاول اللي هو ايه؟ اللي هو ان مادة يد العون قلت ايه؟ giving help او giving hand للاخرين يبقى to others. طيب في المواقف الصعبة in difficult situation او in hard situation. in difficult situation او in hard situation معروفة الصفة تسبق الموصوف. التي تواجههم. التي تواجههم يبقى which they face. which they face التي يواجهونها. تمام؟ طيب مالها بقى؟ يجعل ميك مفعول مصدر بقى. يبقى هنقول ميك ذا لايف عشان لايف هي المفعول. ميك ذا لايف فاليبل يجعل الحياه ايه؟ قيمه وذات معنى مينينجفول. يبقى ميك ذا لايف فاليبل اند مينينجفول. تمام؟ يلا بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمه الله.